wanna keep you drunk. Wanna keep you drunk, babe. Wanna keep you drunk. Wanna keep you deep, to keep you deep, to keep you deep, to keep you. Wanna keep you deep, to keep you deep. Just bodies, baby, making bodies we just use for fun. Baby, making bodies we just use for fun. Baby, making bodies we just. Baby, making bodies we just. Baby, making bodies we just. Let's go. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نظرا لطلبات الاخوات على الحميس جيت نقدمه لكم اليوم بطريقه جديده وهي على طريقه المطاعم. عندنا فلفل حار وحلو شوطتهم ونقيتهم، اما ما نقيتهمش مليح خليتهم كيما فيهم شويه القشور باش تشوفوا كيما طريقه المطاعم. عندنا طماطم تحبوا تشوطوها ولا تحبوا تديروها جديده، يعني ما مش مشوطه، انا نحبها هكا، نحبها جديده باش تطلق الطعم تاعها جديد. وعندنا ثوم وعندنا خل ابيض، زيت الزيتون وملح. راح نعطي لكم طريقه كيما تخلصوا تنقيوه، والاخر تحطوه في الروبو ترحيوه. الروبو تستعمليه مره ولا اثنين وتقفلي عليه باش ما يذوبش. اللي ما عندهاش الروبو تستعمل هذا الرحايه، هذه ترحي فيها عادي، ما تخليش كي ترحي ما تخليش يذبال باش يخرج لك على الطريقه تاع المطاعم. نرحيه ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. هذه الطريقه هذه هكا. نرجع لكم بعد ما نقدمو في صحن التقديم. هاو الحميس تاعنا وجد، وعيطولو بسلطة مشوية بهذا التزيين هذا على طريقة المطاعم. جربوه وان شاء الله يعجبكم بإذن الله. هيا نخليكم في أمان الله.